إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. أتمد استماع بركات غنوان النون. إذن الموضوع الساعة وهو واحد السؤال كيتكرر مرارا وتكرارا، وهو بعض الناس كيطرحوه في المغرب وحتى خارج المغرب، طرحوا عليا بعض الإخوان في فرنسا وخاصة هنا في أمريكان، وسؤال واحد آخر كيطرحوه على كيفاش شي وحدين قالوا لي غيوقع شي حاجة في المغرب، وكيفاش عرفتي 2027؟ قلت لكم ما بين 2027 و2030، وهذه مسألة حتمية تاريخية وما نعطيكش أنا المعلومات ديالي، وهذا النظام هذا تعلموا تنساوه، راه مشى وراه ما نفعكمش، وما تبكيوش عليه ما نفعكمش. إذن باش تاخذوا المثال، في 2000 ما بين 2027 و2030 أنا غادي نهبط في الأرض، سأهبط وسأنزل، وهاد النهار إن شاء الله، هذا الفترة هذه في هاد البيريود نتاع الوقت، في هاد ليسباس طون، غادي نهبط، غيطيروا الطيارات، اللي عنده الطيارة غيطير بها، على خدنوش غيمشي بحال عنده الطيارة، هادشي إذا خرج قبل ما نخرج أنا من هنايا، إذا أنا بقيت بحال هذا بحال النسر إذا هبط في السماء ديال المغرب. راه المغرب غيحبسوا في يديكم، والتلفزيونات كلشي غيوقف، حتى حاجه ما غتبوجي ما غيطيروش. ولكن اذا باقينا فوق بحر ابيض المحيط الاطلسي راه غيمشيو. شفنا في التاريخ، اذا نتوما قارنش التاريخ السياسي، وكل سنه بحال نجيب المعطي نجيب ولا منجيب غير كسول، غير من العام القريب هبطت واحد الطياره فيها بولحية، وانا كنت حاضر في فرنسا، والفلاسفه والمفكرين ديال فرنسا والاغلبيه ديالهم كانوا يهود، غلطوا، وكان منهم هذاك اليهودي الصهيوني اللي نتوما كتقدسوه، نتوما ولاد الشلوح، واللي هو اللي جاب لكم الاكاديميه البربريه الامازيغيه، وان شاء الله غادي يقسمكم اربا اربا كما دار هو كوشنير في الكوسوفو. بلاد في الملتقى، الجسر ما بين الشرق والغرب، ما بين العالم العربي، ما بين العالم المسلم والعالم المسيحي، قسموه على خمسة، وهو اللي هبط مع رئيس درو، جاي في السفينة وكيضحك، وهو اللي دار النهاية المأساوية والدرامية للقذافي. إذن نوتكم جاية، إذن هو كان في البلاطو نتاع التلفازة فرنسا، وكانوا فيها الفلاسفة، وكانوا فيها ناس كبار مثقفين، ما تولدهمش المرأة المغربية من دابا 25 عام. إذن كلهم تيراهنوا ما يمكنش الخميني ينجح، وسيرتو هذا اللي كيعتقد فيلسوف، هو اجريجي في الفلسفه ولكن ماشي فيلسوف، الشواهد ما كيعطوكش الحق باش تكون فيلسوف. اذا كيراهنوا كلهم، وكنتفرج فيهم، كانوا معي دري صحابي، تنقول لهم لا، غيهبط الخميني وغيطير، واذا الابد شاهين شاه. كان 3500 نتاع المخابرات الأمريكية بوحدها، العسكرية والمدنية كلشي كان، داكشي ما نفعوش. الفرق اللي كاين، ونعطيكم المثال، غيطير محمد السادس ومن معاه، راه ما غيديش معاه العبيد، وما غيديش معاه الملكيين. نعطيكم واحد المثال حي كتعيشوه اليوم، مشاو العبيد، أرذل القوم، أضعف القوم، ولا الجوع، قالك يوم وطنية، والوطنية ديالتهم داتهم لإفريقيا يتفرجوا في كرة القدم، ومشاو لكرة القدم، وشادوا الماتش بتاع كرة القدم، ورجعوا الطياير والطيارات اللي قال جبيلو،
الطياره نتاع القجع رجع فيها غير القجع بوحده اللي كانت مع شي عاهره ما سي با. وبقاو هاد الفقراء تمنيا الى يومنا هذا. رجع المنتخب خسر وخاوي بالوفاد. علاش خسر المنتخب؟ حيت الالهه نتاع السياسه قالوا كفى 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 يكفوني ودعيت شي شويه حتى انايا وهدرت مع الالهه ديالي كتكون الكره غادا هكذا وكتحرك الرياح هكذا لان ملي كتولي الرياضه سياسه وكتولي ايديولوجيه ما كاينش الماء وكاين الجوع في البلاد وراد الفقر غادي نقاطعين الطياره مخدين موتهم كيديو في المارشي وكيجيبوه باش يرسلوا لهم تزرنت بصرون ومشاو. واش الوطنيه هي تفرج في ماتش نتاع الكره؟ تفرجتوا في ولاد فرنسا وطاليان وبلجيكا تيلعبوا كيضربوا في الكره وخسروا وما قدوش يرجعوا مشاو قدام السفاره المغربيه. نعم تقول السفر اه احنا فينا الوطنيه. قلت لكم الفقراء راكم تعساء راكم ماشي فقراء ماديين ومعنويين. قلت لكم عمكم شفتوا المراه علاش محزمه وخصكم تقراو شنو قراو الدستور. الدستور راه هذاك راه السفير ديال جلاله الملك الدور ديالو كيمثل الملك ما كيعرفش شنو هي الوطنيه والملك براسو ما كيعرفش الوطنيه. راه انتم اللي فقراء اش غيعطيكم تيقولوا للسفير ايوا حنا عندنا شويه ديال الفلوس راه الطياره غرات ب 300% مالو بيغليوها عليكم. الطياره كانت رخيصه حيت كان العدد كثير الناس طلعوا في الطياره انتم بقيتوا عندكم جلا انتم فقراء وغتبقاو فقراء. هانتوما كتعشوا في الزنقه كتعشوا في بيتو كوجينه ولا كتعشوا في السطاح هارفين عليها على دار نتاع شي ميكري كتنعسوني في السطاح ديالو. دابا رجعتوا للفقر الحقيقي ديالكم هادي هي القيمة ديالكم كتعسوا في الزنقة في افريقيا ها راه القجع جابو وحده علاش ما يطلعكمش معاه هاديك هي القيمة ديالكم. إذا كنقولها لكم أنا ما كنظلم حد نهار غتوقع الواقعة ويلتقي الساق بالساق ويهز الملك الساق والذهب والفضة وراه خرج كلشي وطلع في الطيارة راه ما غيديش معاه المهداوي والعضراوي ما غيديش معاه حتى واحد ولو وغتبقاو تمانية. تعلموا من خوتكم اللي مشاو لافريقيا فيهم الوطنية ما نعطيكمش المثال نتاع اللي وقع في الجزائر هذوك ديال الحركة الحركة كيضربوهم بالزغني بالشواقر هاوي نقول هز الفرنساويين ديالو في الباطو والاخرين بقاو تما في المرسى تيفرشخو فيهم. راكم ما قاريش التاريخ السياسي حذاري 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 اللهم اني قريب الوقت. اذا الموضوع نتاع اليوم غادي نقسمو على ثلاثه. الطرف الاول هي يمه محمد الحسن الثاني نتيري حيت شي وحدين قالوا كيفاش العسكر وما قتلوه شيء غادي نعطيكم علاش العسكر ما قتلوه شيء وما تقراوها حتى في شي درس اذا غتقراوها غير هنايا. اذا غادي تشاركوا في القناه راه كاين 45% نتاع الناس كتفرجوا وما كيشاركوش هذه راه كتسمى خيانه راه هذا هو الوطن. يلا اذا وغادي نتبعوا لها الشطر الثاني محمد السادس والنهايه الدراميه ديالو ما بين 2027 و2030 فهاد الانترفال هذا يبدو اكسترا متراسيا نتوما غير كوشالا ما قريتو شي ما غندير لكمش انا دروس نتاع الماس ما كنهضرش على الكره. الكره كيلعبوها و تيتسنطروها غير الحمير انا كنلعبها نتوما غير حمير. الماس هي مات ابليكي و سيونس سوسيال بحال ديك اي سي 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 عقلتو على اللي كانت في المانيا هاديك ماس هي ستاتيستيك و البروبابيليتي و زيغنيغ ملي كطبقها الجوع و النوع و الماء و السياسة و الاقتصاد و و و و و و فهمتوها مزيان. الشطر الأول قلنا 38 عام ديال حسن أربع قرن ديالها سميتو ما غيكملش 30 عام
والله سبحانه له في ذلك حكم. و بوست نتاع علوي الديناستي من مور ما بعد النهايه الدراميه المأساويه ديال السلاله العلويه، السلاله اللي غادي تجي، وكيفاش غادي يكون العالم، وكيفاش غادي يكون المغرب. وابشروا ابشروا واش تبشروا. اذا كان شي واحد فيكم راجل وبالفعل ملكي وبالفعل عياش ونتحدى باكم امكم، وانا كنستمد القوه ديالي من التاريخ اللي ما كتعرفوش باكم موتكم، نقيله بالاول والثاني، خرجوا بواتكم وامواتكم، ما خرجوش. واش خرجوا بواتكم وامواتكم في القلب الاول والثاني؟ ما خرجوش. شت مواتكم وخوتاتكم والعاهرات نتاع المغرب، ما دخلتش 10 سنين المغرب، ودخلت وحضرت لهذا الحدث هذا، حيت ربي بغانا نحضر، حيت انا والانثروبولوجيا السياسيه كاع خارجين، كاع القحاب هازين سميتها، وفعلا القحاب انا شفتهم بعيني، القحاب وابناء الفقر هازين التصور نتاع الحسن الثاني. بقيت كنضحك تنضحك، قال لي الزمان بوتو موتو ما خرجوش في جوج الانقلابات، وهادو خارجين بالتصور ديالو. السيد مات، انا راه كنعرف الماضي وكنعيش الحاضر. انا وقت نهضر معاكم دابا راه عقلي عرفتي فين؟ 30 عام الجايه ما تقدروش تسافروا في السباس ولا في لوطو، حيت نتوما غير موسخين كاع ما جمعتوا الماء. ايوا سيروا عند العبيد ديالكم. اذا 38 سنه نتاع الحسن الثاني ما كانش رجل متوازن، ما عندوش وزن، ما عندوش مواقف، ما عندوش هبه والكاريزما. كاريزما ربيناها حنا ورثناها وكنربيو فيها يوميا باش ما تمشي شي، تكون عند ولد عبله الدراويه. اذا 38 سنه نتاع الحكم ما كانش فيها استقرار سياسي عند الحسن الثاني ولا عند البلد. 38 ما عمرو نعس 3 ايام متابعه في نفس الفراش، 38 سنه والاضطرابات العسكريه والمدنيه. العسكر خرجوا ليه، انقلب الاول انا كنت مخيم في قبيل 14 كيلومتر على الرباط ولا 12 كيلومتر على الرباط. ايوا دار انقلاب وحدهم بق ما دار شيء. انقلاب ثاني في الطياره، طياره مدنيه صيقها بلا فرج. ايوا هذوك اللي طالعين في طياره حربيه بيلوت ديال بصح، ما كانش في العالم العربي والافريقي، وما غتولدوش مجال شي مرا ولا شي قرى ولا شي جبل، وبطيره حربيه ديال بصح امريكيه وعسكري. وشحال من ستاج وستاج كان كتكاليفه باغمي لي بغومي في الميريكان، ومع ذلك ان بافي موش ما طاحت شي الطياره. شتا غنعاود نقول لكم علاش، علاش هذا هو السؤال اللي كي تبادر الاذهان، علاش عاش الملك؟ ما عاش الملك حيت ولد الانبياء جامي، ما عاش حيت كانت عنده كاريزما. الحسن الثاني تجلس معاه فقير وكياكل معاه فقير، وما عمرو شاف في البيهافيور نتاع فقير ولو كومبورتمون ديالو والحركات ديالو وعينيه، ما عمرو شاف في عين ولد الصحراء ولد بودنيب الخيانه. المدني خائن تقدر تبان عليه تقدر ما تبانش عليه، العسكري خائن تبان عليه، حيت العسكري
كيعتمد على العضلات اللي عنده والسلاح اللي عنده، كيأثر على لو نورون ديالو، كيولي عنده العضلات في الدماغ ديالو. والعسكري دائما تيفشل، ودائما العسكري كيسير ليها خايب، حيت في الدماغ ديالو ما كاينش داك السيس وديها وجيبها. لا، ومع ذلك ما شافش الحسن الثاني، ومعاه يوميا. علاش ما نجحش الانقلاب؟ كانت خيانه فوسط خيانه. الخيانه الاولى غتبدا في 1958 59، محمد الخامس كان هو الملك وغيكون اول ملك، من قبل ما كانوش الملوك. اذن هذه ملكيه حديثه العهد، ما عمرها ارتقت دير دوله، اذا الجذور ديالها راه كتقطع من التحت. غادي يعيط الحسن الثاني امير، وغيصيفطو عند جمال عبد الناصر. الحسن الثاني اللي ماشي رجل وما مربيش التربيه نتاع الملوك، غيقول ليه علاش بغيتيني نمشي لمصر للقاهره؟ قال لي غادي تمشي كذا وكذا عند جمال عبد الناصر. في الفتره اللي محمد الخامس كيهضر معاه، هو كتبان ليه مرات وفقير. قال لي انا غنقولها للجنرال، راه عندي ما ندير. غيعيط للجنرال وفقير غادي يمشي. وفقير غيطلع في الطياره، الاخر يطلع في الطوموبيله، وغيمشي للفيلا ديال وفقير. غيصوني يحلي الخدم، شافوا الامير، دخل الامير، مشاو عندها قالوا لها راه كاين الامير هنايا، خذات وقتها باش تقاد حالتها، تستقبل الامير. ايوا وقعت الواقعه، غريزه حيوانيه. غيجيو فقير وعارفه مفترس، وعارفه الخدم غيقولها ليه، وهي تقولها ليه. درت السياسه الاستباقيه، قالت لي فوالا رجاء والعمير تطبطا، تهز الطوموبيله ديالو كيمشي عند محمد الخامس. تيقول ليه كيفاش انا صيفطتيني للقاهره والحسن الثاني مشى للمراه وراها ما كاينه ما كاين. محمد الخامس ما عندوش شي سؤال شي جواب واحد اخر، قال اش بغيتي ندير لك انايا؟ اش نمشي نعمل اش نعمل انا للامير؟ راه عامر هذاك خصو يتعلم. فما قالش خصو يتعلم، قال لي راه الامير هذاك اش غندير لك؟ بمعنى غي وتما غتبدا القضيه، وغتبقى سنين عدده. إذن القضيه فيها الانثى بحال في الغابه، قانون الغاب اللي كيجرب على الانثى سميتها هي هذيك. إذن الانقلاب ما كانش فيه واحد المعادله ديال الشعب فقير، الشعب محروم، الناس ديال فاس داروا ما بغاو، عندهم المدارس ديالهم، عندهم التعليم ديالهم، الاحياء ديالهم، الايديولوجيه ديالهم كتقتل ولاد الشعب. لا، كانت فيها لا فونجونس، فهمتيني، كانت فيها القضيه نتاع الانتقام. واللي كيبغي ينتقم كي تيكون كيمشي كيستعمل القوه وكيجرب عليها. ولكن هنايا ما كيهمناش حنا وفقير، تيهمنا هذا اللي مالك. ما عمرو شم فيها، وما عمرو ما قال لي عقلو كيفاش هذا السيد هذا اللي هو وزير ديال الدفاع وغيولي وزير ديال الداخليه وعسكري، وخلاتو فرنسا تما مقابل البلاد، راه فرنسا اللي خلاتو وخدام قابط افريقيا كامله لا سيما تاع الميريكان، وكيمشيو العسكر المغاربه كيديروا حلف انقلابات في افريقيا، وكيطلقهم الجنرال على عائله عباد الله ثمانيه، كيقول لهم اسميتها راه درتو خدمه مزيانه، دابا كارتي ليبر. ما قريتيش ميكيافيل، ما قريتيش ايات قرانيه، ما قريتيش ربيع اليهود، ما قريتيش تلمود العهد القديم، ما قريتي مونتيسكيو ولا توستوستوس ولا توستوستوس، والو ما قريتي، غير تعزتيها وسحب غادي تمشي بحال هكداك. اذا ما كانوش الناس اللي معاه عارفين هذه الخيانه ديال وفقير، خيانه في خيانه. هذاك خانو وهو غيجيب الخيانه ديالو غتولي افونجونس، وغيمشيو فيها الناس.
علاه ما نجحتش هي؟ هذه من ناحيه نتاع المنطق، ولكن كاين مسائل ما كتفسرش بالمنطق، كتفسق بشي كتفسر بمسائل واحده اخرى. هذا واحد مؤرخ يقدر يحل الحاله، ولا واحد داري سياسي بوليتولوج. اذن حتى داك الشباب اللي معاه ما عارفينش اش واقع، وكتعذر الامور. باش تعرفوا الحسن الثاني ماشي رجل المواقف، غير دار انقلاب وغير تبعوا انقلاب واحد اخر في ظرف سنه، في ظرف سنه، وفي ظرف سنه ما غيعرفش بلي كيفاش الانسان دار لك الانقلاب، وكيدخل عندك المكتب وكتستشر معاه وكتعرف عليه كلشي، وغادي لفرنسا وكتقول جيسكار ديستان. ديك الساعه كان هو اللي سميتو تما رئيس، كيقول لها ديت موا مسيو جيسكار ديستان سا ماجيستي جو فودغا اشتيك ان كادو بوغ مون جينيرال. كيستشر مع الرئيس ديال فرنسا وتيقول لي باغي يشري واحد الكادو للجينيرال ديالي. واحد دار لك الانقلاب البارح وانت داخل في الطياره كيبريباري لك واحد اخر، ومع العلم كانوا المخابرات لا سيا في المطار، في هذاك المطار في لاباز في قنيطره، ودفعوا الضو الامريكان، دفعوا الضو بمعنى وانا غير سيري تحلمه غير مرغوب فيه، عطى الله ولاد الدراويه فهمتيني. هادشي ما شافوش شي، وكتطلعوا نتوما كتقولوا لي هذا راه مالي يكون وفي الدنوا هذا وتيهضر سبعه اللغات. في امور يهضر شي سبعه اللغه، هو العربيه وكتلف له الفرنساويه كيهضر الفرنسا نتاع غي ميجو لي ميغي نتاع الفرنسا نتاع البنات صافي ديال. في امور يهضر بشي لغه نتاع بصح نقينا في القلب وما شافهم شي. شتي انايا في 1983 84 كنت في واحد البلاصه في باريس، وغنتعارف مع واحد السيد كان كرون بلاش وناس كتشاكور، وانا هنا في الطبله، واحد الطبله كان فيها شي سته ولا سبعه الناس، كل طبله كانوا فيها سبعه ديال الناس. تكلمت مع واحد المرة كنهضر معاها هي روسية، راجلها ألماني، وكانوا كبار في العمر، وتيهضروا فرنساوية. قلت لهم كيفاش كتهضروا مزيان فرنساوية وبجوجكم عندكم لاكسون؟ قلت لي بوش في روس ونتايا؟ قال لي ألماني. قلت لي كيفاش وشحال تزوجتوا؟ قلت لهم كيفاش نتوما تزتوا في يمات الحرب ما بين الألمان والرواسا؟ قالوا لي ايه. قلت له نتوما قتلتوهم وهما قتلوكم وتزوجتوا. وبدينا كنضحكوا هكا، وبدينا دخلنا في واحد تنهضروا في التاريخ والجغرافيا وداك الشيء، وقلت لك فوالا كانت حرب وداك الشيء، ولكن ما كيمنعش بان كان واحد الحب وهادي وهادي، وكانوا مزوجين شي 55 سنه. وقال لي انت منين؟ قلت له ودي انا سوديو ماروك وداك الشيء. هما شافوا بعضياتهم، لا قلت لهم ايه هضروا معايا بجوجكم شوفوا فيا قولوا اش باغي تقولوا. قال لي عزيز عبد الحسن الثاني؟ قلت لهم لا سوي با رويالست، وكان عزيزي الحسن الثاني ما تلقاونيش انا هنايا فهاد سميتو عايش فرنسا. قلت لهم انا راه عايش في فرنسا وداك الشيء. بدينا كنهضروا داك الشيء. هذا الراجل هذا كان كيبيع السيارات نتاع الميريكان في المغرب، هو اللي كيمثل الفورد في المغرب، وتيعاود لي كيفاش غيبيع السياره، واحد السيارة أمريكية غادي يبيعها القلاوي، الباشا القلاوي. والباشا القلاوي قال ليها وكيفاش هاد السيارة هادي باش تمشى؟ اش نعطيها تاكل؟ كان ولد ديال القلاوي هو اللي كيشرح، هو اللي كي ترانسليشن اش كتسمى هذا، كيترجم. هاد الراجل هذا ما ضحكش لنا، قال لي ما ضحكش، قال لي لان راه القلاوي هذاك، قال لي راه القلاوي، قال لي راه ماشي الحسن الثاني، راه القلاوي راه الراجل. قال لي انا خصني نبيع، هو يقول ليها ليسانس وداك الشيء، وقال لي ولا بغيت ندير ليسانس وانا في الجبل في اي تحمو اي تحدو. قال لي كيفاش؟
قال لي ديما تقدر يكون عندك شي تورم بحال هكا. وبدا داك الولد القلاوي بدا كيشرح لباه، و القلاوي قال لي لا، قال لي انا عندي العود ديالي، الخيل ديالي زوينين وداك الشيء، الطروبيل هادي بقى كيضرب هكا، قال لي هذا غير الحديد طرو، قال هذا غير طرو وخصني ديما وهادي. قال لي لا راه، قال لي كتعطي داك الخيل، قال لي ودي كتعطيه تبان والزرع، قال لي هادي حتى هي خصها تاكل تعطيها ليسونس. الحاسي الولد القلاوي بغى يشري الطوموبيله، بغى الطوموبيله وعرف باه ما غيسوقهاش، دونك بغاها ليه وميريكانيه، وهو دفع باه وداك هو يشريها. قال لك الزباله كاع بنات، كاع بنات مراكش، كاع اللي كيهبط في مراكش الميريكان والروس كاع، قال لك تحل بديك الطوموبيله، الطوموبيله دي كابوطابل امريكيه. و غادي يرجعوا في الفتره نتاع السبعينات، في النهاية نتاع الستينات، وكانوا في مراكش في لوطيل في الفندق ديال الفندق اللي في الدار اللي في مراكش هذاك الكبير المامونية، وكيشرب هو مراته في البار، وكاين واحد المجموعة ديال العيالات، عيالات كيضربوا الأوساك والقراعي مخيرين نتاع الروج وداكشي، القراعي عالي وداكشي، وكيهضروا بفرنساويه مغربيات. واحد الوقت واحد قال لهم اه وصل النجوم، وصل النجوم، فين هما الرجال ديالنا؟ وحده قالت له ليستومبي في ايسي ليستومبي، ولات وحده قالت لي لا راهم في لا سال دا كوتي، كاينه شي سال وكيلعبوا فيه، قالت لها راه كيلعبوا البوكر وكيشربوا. وهي تهضر نطقات المراه الثالثه اللي هي مرات وفقير، لان في الاخر غادي يدخلوا في ديسكسيون مع دوك العيالات وغيعرفوا شكون هما دوك العيالات، عيالات نتاع الناس اللي حاكمين المغرب. وكانت في المره الثالثه اللي غتكلم هي مرات عفقير، غتقول لها ايكوت لي ستومبي اي سون اون تران دو بريباري لو كو بور فينيغ مع ولد الدراويه. هنا كيعاود ليا دابا الراجل، المرا غادي تنطق هاد الروسيه تقول ليا مني قالت الفو فينيغ افيك لو فيس دو، ما نقولوهاش لان فهمتيني، ان هذاك الحرف نتاع النون ولد العبده، قالت ليا كنت قابطه الكاس بدا كيترعد، وقالت لها نو كنا كنعرفو غيديروا ليه انقلاب ولد الدراوية تي. قلت لي نتوما ديك الساعة كنتو عارفين؟ قال لي العيالات كيشربوا سكرانات ماشي طيطيحوا، قالوها. قال لي حنا صافي قبطنا الطيرة رجعنا لباريس، دازت واحد عام أو ثلاث سنين تيفطروا البريكفاست وخدموا الراديو كيسمعوا كودي طف في الصخيرات، وبقى كيشوفوا بعضياتهم، وبديت تيتسنتو شراو الجرائد، مشاو شراو لو موند لو كارارو شيني لومانيتي، شراو كاع الجرائد و تيقلبوش فيها وفقير، وفقير ما كاينش في الكو، ولكن هما عارفين بلي راه القضيه فيها وفقير. اللي بغيت نقول لكم هنايا وهي هنا كتسمعوا مسائل ما تقراوهاش في كتبها، اوكي؟ اذا غادي تشاركوا في القناه اللي خصكم تعرفوها كيفاش القضية تقالت في البار، والناس اللي معاه دوك العائلات هم عارفين، والعائلة تاع الجنرالات كلهم عندهم الجم والجميمة، وكلهم السبت كيشوف الطيران البارج وكيديروا اللي كيقولوا هما يا الي ليتس جو اون فادي فاليزي لي بوتيك، في خون لي بوتيك بفلوس تاع المغاربة. وكيف حتى واحد ما وصلها للملك، علاش؟ ما عندوش اصدقاء، الملوك ما عندهمش اصدقاء، واخا يكونوا معاهم ويشربوا معاهم ما يخرجوش الخبر وما كيعطيوهمش الخبر. في التاريخ نتاع الملوك، الطبيب ديال الملك الا قال لي راه عندك وعندك، ها عندي كونسير مزيان واش يجيب لي الدواء، الطبيب كيمشي يجيب الدواء كيقول له هذاك غادي تقطعوا له راسه، خص الشعب ما يعرفوش بلي الملك فيه الكونس فيه السرطان.
ما عمرش طبيب. ملي طاح الحسن الثاني مريض ما قالوها ليه شيء، ما قالوها ليش، قالوها لمحمد السادس. محمد السادس قال لهم ما تقولوها ليه شيء، حتى غيمشي لعند ريكان وغادي يطيح وغيديروا ليه الزغناغ. وريكان غيقول ليها كان مع الطبيب وداك الشيء، وتيقول لي الطبيب ولا راه عندك القلب وهذه هذا هو يم ديالك، راها بدات العداد كي ستاك ستاك. قال لهم سي با بوسيبل. هو شوف ريكان قال لي كيف، قال لي سي لان دي ميور بروفيسور، هذا راه البروفيسور ديالي هذا. قال لي واش كومبرون مي المعدي راه انا الطبيب ديالي راه قرا فرنسا، راه قال لي ما كاين والو، راه كيدير لي البيلون سونتي. الاخر قال لي شوف ها هي ديال البروفيسور ديالك، البروفيسور ديالو راه معاه، يمكن ولد الخميسات اللي كان معاه اليهودي. من غير رجع غير تنيرفا ويقول لهم كيفاش ما كيفاش، هو مشى عند محمد السادس قال لي راه قالوا لي، قال لي انت عارف، قال لي ما انا ما عارف، قال لي علاش ما قلتيها لي شيء، قال لي ما بغيتكش تبانيكي وسميتو هادي هادي، قال لي على العقل قولها لي باش نحبس الكارو. الاخرين ما قالوها ليه شي، قالوها لولدو. لان ملي كتقول للملك، نعطيكم مثال ثاني مع الحسن الثاني، واحد فلان بوريكات غيقول لي على شكون هذاك دليمي، ولد دليمات الجنرال دليمي، اش وقع الولاد بوريكات؟ مشاو فين انت زمان مارت؟ كاين ولا ما كاينش؟ مزيان الناس ما كيقولوش للملوك، الملك عطاك شي حاجه خذها، ما عطاك والو سد فمك. اذا كاع الناس عارفين كاين شي حاجه الا هو يا. اذا ما تبقاش تقولوا الله يرضي عليكم كان داهية وكان فيلسوف وكان تيعرف ومن أهل البيت. كيفاش من أهل البيت؟ ما كاين فيها، راه الحكم ما فيهش لا أهل البيت لا الآلهة لا الله، راه الحكم راه للأقوى، والأقوى هو الأصلح، والأصلح في العالم تاع السياسة هو اللي عنده قيم أخلاقية. إذن واحد العام غتكون هذه شي، انا في هذه المدينه في هذه الولايه هذه 18 عام كنت في نيويورك، وكنت مع ناس تقريبا كلهم لانتيليجنسيه، وكانوا فيهم شي ناس كانوا مع فيها شي 4 ولا 5 تاع اليهود، وكان فيها واحد الصديق ديالي كان بيلوت شاشور بومباردي اسرائيلي، وكان من دوك المجموعه تاع الضباط اللي غادي يديروا اضراب في اسرائيل وغيحبسوا غيتعاقبوا وغيحبسوا غيعاقبوا من النظام. قالوا النظام حنا تنديروا حرب مع العسكر، ما نبقاوش نضربوا حنا في المدنيين بحال اللي كتشوفوا اليوم. وهما هو يخرج هذا الدري هذا كان بيلوت، وكان ديجا هو كان بدا كيدير الفلسفه وداك الشيء في بلاده، وجا كيدير هنايا دكتوراه، وبحكم هما عندهم القضية سهلة تيقري في كولومبيا يونيفرسيتي، وكنا كنتكلمو وتعرف اليهود عزاز عليهم، عزاز عليهم الحسن الثاني. وشي واحد طرح ليا السؤال، قال لي كيف يعقل، قال لي ان شاسور بومباردي نتاع الميريكان والسيد دار ستاجات في الميريكان، والاخر داخل بالبيلوت ديال الطروبيله ديالو ولا سميتها الطيارة عادية نتاع لي فواياجور وموقع والو. وانا نسولو قلت ليه نتايا، قال لي خلو غمر مخ سطح، قال لي خصي ضربه، قال لي غادي هي مشات، قال لي لا ما كاينش، قال لي ما كاينش اي شونس على مليون. قلت له علاش كتعتمد؟ قال لي حيت راه طياره حربيه هذيك مديوره باش تدمر. قال لي راه يجي فوقها، راه السرعه اكثر من هذيك والصوت اكثر من هذيك والقوه اكثر من هذيك، وراه جا قلب ديال السكر، غير هبط قلب ديال السكر غير مشات. كانت في خبر كان، وقلت لي واحد
الله دخلتي فيها ولا لا؟ قال لي لا. ايوا قلت لي انا فاش خسرت وشرحت ليهم علاش. قلت لهم الحسن الثاني راه في الارض ملي قبطوه وداوه للبيت تما راه خشو يتضرب بقرطاسه غيموت. الرزق من الاولى والثانيه هنا راه ما كاينش فيها لا بروبابيليتي وما فيها شي لا شونس وما فيها شي لي سيركونستانس ما كاينش. خصو يموت تسط يموت في الارض قرطاسه كيموت بنادم هو جبان بدا كيترعد لهم تمايا وطاطاطا. قلت له قديم تاع التاريخ السياسي بقى كيشوفوا فيها. كيف بقيت كنشوف فيهم قلت له باغي تكون قتلوا هذوك الرجال غيخرج من الباب الكبير وغيدخل في الباب الكبير ديال التاريخ. قلت له مش كتسمعوا شي واحد كتب كتاب على الموت ديالو؟ قال لي لا. النهايه ديالو لا. وكتسمعوا كيكتبوا على كينيدي اللي تضرب بتير كرواجي؟ قال لي اه. واحد خيتنا قالت لي راه كاين كاع فيلم. قلت لها وي راه شفت الفيلم ديالو الاول والثاني. قلت لي كاين فيلم على كينيدي وكاين افلام على الناس اخرين اللي ماتوا بالقرطاس. قلت لي اه. قلت لي هادو دخلوا للتاريخ. قلت لي هو ما دخلش للتاريخ يعني الله ما بغاش يدخل للتاريخ باش يكون نسي المنسيه في الارض. ما قتلوش وفي السماء ما تقتلش. وقال له كيفاش مات؟ في الفراش. قلت لي لا تقتل. وقال لي شكون اللي قتلو؟ شي عسكري. قلت لكم باغي تخش للتاريخ. قتلته مرا وما كانوش مع لي غارد كور. لا كان مع لي غارد كور واحد الدراوي كيدير مترو و 87 وقال لي ما دافعش عليه. قلت له هو اللي كيطيح ليه مع مراتو. قال لي هي مراتو. قلت له انت ما وصلتو ليها حتى داك الدري كيقرر اللوجيك. قلت له شتي انت وصلتي لها باللوجيك بالمنطق قتلته مرا. اذن خرج من الباب الضيق ديال التاريخ وتنسى. اوكي لهذا ما قتلوش الرجال ما حصلليش داك الشرف باش يقتلوا الرجال. العالم كامل شاف كيفاش مات وتقتل القدافي. العالم كله كيشوف الدري الصغير كيكرهوا اليوم. شتي الناس كيدخلوا للتاريخ وغتبقى. شتي محكمة تفتحات ربحوا القضية ولا لا دخلوا للتاريخ. تشاوشيسكو ديكتاتوري هو مراتو محاكمة شعبية كتقول لي بوليداتي راه كتاكلوا عندي وانا اللي كبرتكم. احنا ما عندناش 4 دراري على برا راه حنا كبرناكم. تيخرجوها لاكور من المور الدار واحد البقعة تقتلوهم ودخلوا للتاريخ ولا ما دخلوش؟ دخلوا للتاريخ. شتو لا فامي رومانوف وخو عليهم باش المقاطع ما بقات تافه قطعوا لهم ما بقى ما يمكنش واحد يخرج يقول انا من ديك لا ديناستي ديك السلاله. واش دخلوا للتاريخ ولا لا؟ نعم. الثوره الفرنسيه على اللقب نعم. وسير 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 هذا لا هنا الطريقه باش دخلوا كسلاله ما كيهضرش على التاريخ السياسي غير سرد ديال الاحداث ما كيعرفهم حتى شي واحد. سمعتوها الالهه نتاع التاريخ بغاو هاك وداك. اذا غيخرجوا مناش من التاريخ. واش يقدر شي واحد يقول لي من مور هاد الدرس هذا بلي ان الحسن الثاني كان رجل فد عظيم شي حاجه؟ وراها
فلوسكم نتوما ساكنه في نيوي، فهمتيني؟ ساكنه في نيوي فلوسكم مع من؟ مع البوليسي. شتي ملك بوليسي كيدير ليه مراته. كانوا قبل منه بزاف نتاع الناس، كانوا شباب شتي. اذا ما راه بزاف الحوايج يوقعوا من مور الصور ديال الديور الكبار، شتي ما كتعرفوهم شي. ماشي معني حيت انت ما كتعرفش واحد الحاجه ما كاينه شي. كيفاش انت كتعرفوا انت ما خرجتيش من الحي ديالكم؟ كيفاش انت بغيتي تعرفوا انت عمرك كتاب ما قريتي في حياتكم؟ ها راه المسلم المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. الرجل انسان عادي، الا خانك واحد الانسان مره ما يخونكش المره الثانيه نفس الشخص. لا كيقول لك ودي انت عبيط، انت بليد، هذا راه ملك 38 عام، العسكر من جهه والطلبه من جهه، وكانوا كيخلعوه الطلبه، خلعوه عاود خلعوه هاوي بقوت اللي خلعوه الطلبه. طلع الطياره كتضرب في الشباب في الدار البيضاء، هذيك راه ماشي قوه، ماشي جبروت هذاك، لا راه العنف كيجي من الخوف. اللي كيخاف كيمشي للعنف، فهمتيني؟ وما كانت عنده حتى الجرأة يعطي الدراري لوالديهم يدفنوا، لا حف مقبرة جماعية. ما كتب عليه التاريخ حتى شي حاجة مهمة. هذاك هو الملك الوحيد 38 سنة ما كتب عليه التاريخ حتى شي حاجة مهمة، ولو ولو تصور مدة نتاع شي 50 سنة في القصر ديالو تيوقعوا حوايج وما كيشقلهمش الخبار بحال الزوجة ديالو. واش هذا ملك؟ هذا ملك هذا. ماشي ملك هذا، ديك شدات الكارو الهضرة هذي، داكشي هضرة خاوية، لكن في الواقع ما عندو لا كاريزما ما راجل ما، والنتيجة شتوها، ما خلاش أسرة، شتوها؟ إذن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، فهمتيني؟ خيانة من مور خيانة من مور خيانة من مور خيانة. إذن الدرس نتاع اليوم غنحبسو هنايا، الشطر الثاني إن شاء الله غدا بحول الله من مور هذا على العهد نتاع محمد السادس لأربع قرن من الزمن، وكلها تذبذبات والنهاية ديالها راه قربات، وغنقول لكم لماذا وكيف بمسائل اللي هي دامغه لا غبار عليها. ومن بعد من ساليوها غنهضروا على نتكلموا على ما بعد محمد السادس والاصلاحات اللي غتكون، وكيفاش غيكون الشعب المغربي، وكيفاش الامه غادا تطلع، وكيفاش الامه غادي تكون عندها مكانه ما بين المجتمعات العظمى، المجتمعات العظمى، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، السويد، والدنمارك، الدول العظمى. وهذا العهد هذا آتي غيكون قاصح، 7 سنين الأولى تكون فيها الخدمة حيت تكون 7 عجاف، وغتبعها 7 غلاد سمان يعصر الناس فيه ويشربون ويخمرون. إذن تحية نضالية، وما تنساوش تشاركوا في القناة لكي تعم الفائدة، وشاركوا مع الإخوان والأخوات ديالكم. ألي تشاو.